دعوني ارحب بالحكم المغربي واللي نتمنى له التوفيق دائما واللي تالق مؤخرا في الكان، فغنتكلموا معاه طبعا على الامر اللي كل شيء كيتكلم عليه هو السي عبد العزيز المسلك. دعوني ارحب بالحكم ديالنا سي زكريا البرنسيس. سي زكريا مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا وشكرا سي محمد على الاستضافه. مرحبا سي زكريا، المنبر ديالكم كنشكر الجمهور الكريم. الله يكبر بك سي زكريا. وطبعا انا كنعرف انه يلاه انتهيتي من العمل ديالك، طبعا كنعتذروا اننا اتصلنا بك دابا، ولكن فقط للتنوير. انت عارف سي زكريا انه كل شيء اليوم تحدث على السي عبد العزيز مسلك، اللي مره اخرى نتمنوا له الشفاء العاجل، وكل شيء يمكن قال بانه خص الناس دخل، خصهم يديروا، يمكن الناس ما عارفاش، ولكن يمكن لك توضح لنا اولا، انت اقرب الناس وعارف بزاف الحوايج، شنو كان لك تقول لنا على السي عبد العزيز، الحاله الصحيه وعاده كذلك الامور اللي كيف دايره؟ الحمد لله، شنو نقول لك، الشكر الجزيل والكبير للسيد رئيس الجامعه والجامعه الملكيه المغربيه كره القدم على الوقفه اللي وقفوا معنا، وقفه الصراحه، وقفه ديال الرجال وديال وقفه زعما لا تنسى. وهذا الخصال هذه وهذا اللي عمل بها سيد رئيس الجامعه، ماشي غير في يعني الو ما كنسمعك السي زكريا، ماشي غير مع السي عبد المسلك، بل كاع الاخوان الحكام اللي كيمروا ب يعني بوعكات صحيه. اما بخصوص السي عبد العزيز المسلك، الحاله الصحيه حقيقه بانه حاله الان حاله حرجه، ولكن السيروره يعني من بدا دبوي تقريبا يوناني الدخول ديالو مستشفى الشيخ زايد بالرباط، بدا بلا بريزون شارج طبيعه الحال، عنده لا بريزون شارج لا كنوبس يعني الميتيير جينيرال، مع لا بريزون شارج ديال الجامعه الملكيه لكره القدم. سي عبد العزيز المسلك كيدخل للمستشفى طبيعه الحال باش كياخذ الحصص ديال لا شيميوثيرابي ديالو. دوبوي ان كانوا عندو عده كنقولوا حنا اون فرونسي لي بروتوكول ديال الشيميوثيرابي، يعني تقريبا ثلاثه او اربع نوعيات من البروتوكول، حتى كاع الاخر بروتوكول اللي تعمل ليه هو بروتوكول تم المناقشه ديالو دوليا من الولايات المتحده الامريكيه، وحتى من الاخوان ديال لي بروفيسور اللي كاينين في فرنسا. لهذا للاسف رغم كل هذا العمل اللي تقام، كيبقاو عنده واحد لي سيلول اللي هما لي سيلول كونسيرو، كيبقاو عنده في الدم ديالو. الان وقفنا على بانه السي عبد العزيز المسلك كاين الامكانيه باش يمشي لفرنسا. علاش؟ انه كنقولوا حنا لا غريف ديال لا مولي بينير اللي هي نقولوا زرع النخاع، وهذا زرع النخاع نورمالمون اللي كنا عوانين عليه حنايا هنا في المغرب، هو يدار من كي كتكون لا ريميسيون. لا ريميسيون هي ملي كنقولوا حنا الشفاء، وما كيبقاوش داك لي بلاستوم لي سيلي كونسيرو في الدم، عاد يمكن لك دير ديك الساعه لا ريميسيون. درنا ديجا التحاليل ديال الاخوان ديالو، وجبرنا بالفعل بان الاخ ديالو الاصغر هو اللي يمكن له يعطيه النخاع ويعطيه باش يديروا لا غريف. ولكن للاسف الظروف اللي مرات هي اول حاجه، من كنا في المره الاولى والوهله الاولى وقعت لنا واحد الانفيكسيون كتسمى شوك سيبتيك جينيراليزي في لوكور ديالو كامل، خدا واحد الميكروب اللي خلاه يدخل الانعاش. وطبيعه الحال راه ديما كتكون لا بريزون شارج ديال الجامعه الملكيه لكره القدم اللي هي كتكون كتكلفه من ا جوسكا زي. المسلك ما عمرو يعني بصراحه ما خسر حتى درهم واحد في المستشفى الشيخ زايد او لا على التطبيب ديالو، كل شيء اي ما يبقى كتخلصوا الجامعه. المرحله الثانيه شنو وقع؟ كنا غاديين في لو تريتمون بطبيعه الحال بطريقه رائعه ومزيانه، الا وقعت لنا جات ولا بانديسي، يعني كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا نصرانا الزايده، عاوتاني ندخل لبلوك اوبيراتوار في هذيك الايام اللي كيدير لا شيميوثيرابي. سي با ايفيدون باش يكون واحد كيدير لا شيميوثيرابي ويدخل لو بلوك اوبيراتوار. بطبيعه الحال كان هناك تاخير في العمليه ديال الاستمراريه في الدواء، داكشي اللي كيخلي خلى البروتوكول ما كيمشيش بطريقه اللي هي صحيه ومزيانه. لكن ما عندك ما دير، يعني لانه ملي كتجي للارجونس بطريقه مستعجله لا بانديسيت يعني نصران الزايد، راه كل العالم كيعرف ان خاصها تحيد سيركسيون باش ما تكونش مضاعفات. من بعد انتجنا البروتوكول الاخير اللي داروه بطبيعه الحال، اللي هو تم استشاره مع الناس كما قلت لك في الولايات المتحده الامريكيه
والاخوان ديالهم والاصدقاء طبيعه الحال اللي كاينين لي بروفيسور او نيفو ديال لي سونتر دونكولوجي وديماتولوجي اللي كاينين او نيفو ديال فرنسا. مي مالوروزمون بقى عندنا لو ميم بروبليم كو لي بلاستوم، يعني هذوك لي سيلول كونسيرو كيبقاو في الدم. نعم. اخر فرصه هي تقدر دار ميم عندنا هنا في المغرب، ولكن ما كايناش، يعني ما مزداولاش. لهذا كاين هذه الاحتماليه بانه يمشي لفرنسا باش يدير هذه الفرصه هذه ان شاء الله باذن الله. حنا نتمنوا العلاج. نعم. غير الحاجه اللي خسر في الانسان بان رئيس الجامعه. هذه النقطه اللي بغيت نسولك الزي زكريا، وشكرا انك وضحتها، هو انه السي عبد العزيز مسلك الله يشافي مره اخرى، راه من الدخول ديالو للمستشفى الجامعه هي من تتكلف بكل المصاريف من ا جوسكا زيد. واضح. السامعه النهار اللي طلعوا له الدوسي ديالو ميديكال بان لو مسيو شنو عنده شنو قال لهم انا من دابا مستعد بانه السي عبد العزيز مسلك يمشي في اي مكان في العالم اللي مكلو فيه يداوى، سواء كانت الولايات المتحده او فرنسا او في اي مكان. حنا مستعدين هذا السيد هذا نوقفوا مع ا جوسكا زيد، وهذا الشيء اللي شفناه وهذا الشيء راه ما غريبش على السيد فوزي القجع. كنشكروه كاع الحكام نيابه، الحكام المغاربه كاملين كنشكروه وكنقولوا له الله يكثر خيرك والله يكثر امثالك صراحه. نعم سي زكريا البرنسي، شكرا جزيلا، وانا عارفك انه كنت خدام يلاه ساليتي لانك كنت مساعد فار في المباراه اللي كانت ما بين برشيد والماس. شكرا بزاف انك تكلمتي معنا ووضحتي لنا الامر لانه كان هناك لبس. نتمنى من الله سبحانه وتعالى مره اخرى الشفاء العاجل يا رب للسي عبد العزيز. نعم سي. نعم كاضافه تفضل. كاضافه من هذا بعد هذاك يعني الزوجه ديالو القصد ديالها القصد ديالها ماشي هو القصد بانه تنشر الصوره ديالو وبان الجامعه الملكيه ولا في شخص السيد فوزي القجع بانه ما كاينش العمل او ما كاينش اتصال بهم او هاد الناس ما دايرينش خدمتهم مع السي عبد العزيز. او كونترير هي الى بانيكي تفتفر نورمال واحد الانسان عادي تشوف الزوجه الزوج ديالها في واحد الحاله اللي هو شويه مقصح تفتفر نورمال غتبانيكا وغتبغي ترياجي دون فاسون اوتر. سي بوغ سا كان عندنا الاشكال هذا، وهي رياجاتها كامل الى بيان كومبخي بانه وراء اي امر باش تقدا خصو يعني تريث خصو مسطره معينه باش يمكن الامور تمشي على كما ينبغي. شكرا بزاف سي زكريا، وكنت سعيد انك كنت معنا ووضحتي للراي العام، وموفق دائما ان شاء الله سي زكريا. شكرا لكم. شكرا. شكرا سي زكريا البرنسي اللي كان معنا طبعا وتكلم معنا ووضح الامر ديال السي عبد العزيز المسلك اللي الله يشافيه. طبعا باش نكونوا واضحين انه كان هناك لبس، كان هناك مجموعه من الامور اللي كل شيء تكلم على انه خص الناس تدخل، فكان توضيح من السي عبد العزيز وكانت نقاط واضحة لأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي من تكلفت وهي تتابع ملف سي عبد العزيز، ونتمنوا له مرة أخرى الشفاء العاجل. وبرافو برافو، أنا ما نقولش يعني لشخص معين، ولكن برافو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. علاش؟ لأنه حينما يصل الأمر لأي رياضي كيف ما كان وتصاب بشي مرض أو شيء ما، فكنلقاو الجامعة كتدخل، وهذا شيء إيجابي لأن هذوك الناس طبعا كيقدموا الشيء الكثير للرياضة الوطني.